المايسترو الكبير نادر عباسي، موسيقار وقائد أوركسترا مصري عالمي، تولى قيادة العديد من فرق الأوركسترا العالمية، منها أوركسترا السلام في فرنسا، ومارسيليا الفيلهارموني، وأوركسترا بوردو، وأوبرا القاهرة، كما اختير عضواً بلجنة التحكيم الدولية بالسويد الخاصة بالغناء الأوبرالي. قدم نادر عباسي العديد من الأعمال الكبيرة على مسارح العالم، ومنها أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا. وقاد الأوركسترا في الحفل التاريخي لموكب المومياوات الملكية، وقدم أشهر أعمال محمد عبد الوهاب وعمار الشريعي وعمر خيرت وكبار المؤلفين المصريين، كما قاد مؤخراً أول حفل في المتحف المصري الكبير للسوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد. دخل عباسي عالم الموسيقى مبكراً وأصر على دراستها بمعهد الكونسيرفتوار، على عكس رغبة الأسرة التي أرادت إلحاقه بكلية الطب. وفي عام 1985 حصل على البكالوريوس في آلة الفاجوت، ثم على بكالوريوس في التأليف الموسيقي، وبعد عدة سنوات سافر إلى جنيف ليحصل على شهادة عليا في الغناء الأوبرالي. ومن جنيف إلى مدينة ليون بفرنسا رحل عباسي ليحصل من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي على دبلوم قيادة الأوركسترا. وفي بداية مشواره العملي شارك نادر عباسي في أوركسترا القاهرة السيمفوني كعازف أول على آلة الفاجوت، ثم عزف في أوركسترا سويسرا، وانضم لأوبرا جنيف كمغني أوبرالي، ليعين بعدها مديراً فنياً وقائداً لأوركسترا القاهرة السيمفوني حتى عام 2011. وألف عباسي العديد من المقطوعات الموسيقية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة، والجائزة الأولى لموسيقى الحجرة من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة موزارت من مؤسسة أصدقاء الكونسيرفتوار، وجائزة التأليف الأولى للأوركسترا عام 1996.